بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الهدف الأول والأخير من هذا الاجتماع الوصول إلى الربط الإلكتروني مع جميع مكاتب الهيئات الطبية حول المملكة. السيستم جاهز، الناس اللي حتدرب أو المتدربة جاهزة، ننتظر بس التعاون من الجميع في أنه إحنا نرتبط إلكترونيا. وأعتقد الآن يعني في خضم التكنولوجيا يعني هذا البست سوليوشن احنا ممكن نوصل له. نوفر جهد عليكم، جهد على المريض، المريض نفسه يكون متتبع معاكم، ما يحتاج يجينا احنا كمركز قبول يصرف تذاكر من عنده، يقطع مسافات عشان يعرف بس ايش حالته صارت فيها. الفاكس معرض للضياع، حالات الام او اتش ايضا احنا شايفين انه سيستم الام او اتش ما هو مفعل بالطريقه المطلوبه او لتخدم المريض. هذه الطريقه تخدم الموظفين والمرضى بشكل غير متوقع، ما راح تحسوه فيه طبعا الين يتم فعلا الربط الالكتروني وتجربون الموضوع. فاحنا كمركز قبول، واتكلم باسم دكتور فهد الربيع، نرحب فيكم كربط الكتروني. اللي يحتاج تدريب احنا مستعدين ندربه، احنا مستعدين لاي شيء يخدمكم ويخدمنا ويخدم المريض. في حال انه انتم قمتوا في ادخال الحاله حتستغنون عن كل المراحل هذه، لانكم انتم انفسكم حتقدرون تتابعون جميع مراحل الحال. كل الافكار اللي تدور ببالكم الان وحابين انكم تنفذوها ما راح تتم الا عن طريق الربط الالكتروني. شكرا.